المرء يعرف بالأنام بفعله، وخصائص المرء الكريم كأصله. يصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. واعلم بأن الله بالغ أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد لقاؤنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع اللقاء العاشر من سلسلة بشائر الفرج في ابتلاء الأنبياء، نلتقي معكم مجددا ومع قصة نبي وابتلاء نبي آخر من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. والنبي الذي سنتناول قصته هذا اليوم بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، نبي لا يذكر إلا ويذكر الصبر معه، لا يذكر الصبر إلا وهذا النبي حاضرا في الأذهان. نحن هذا اليوم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء مع نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبي الله أيوب ينتهي نسبه إلى إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فبعض أهل العلم على أن الضمير في قوله هدينا عائد على إبراهيم لا على نوح، وبداية الآية في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. فبعض أهل العلم على أن الضمير في له عائد على إبراهيم لا على نوح عليه الصلاة والسلام، فبذلك يكون نبي الله أيوب من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ينتهي نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم. أما بعثته فعلى الراجح من كلام أهل العلم أنها كانت في الفترة ما بين موسى ويوسف عليهم الصلاة والسلام، وكان يعيش في بلاد حوران من بلاد الشام. جاء ذكر قصة هذا النبي الكريم في القرآن العظيم على النحو التالي: في سورة الأنبياء نجد قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وجاءت أيضا قصته في سورة صاد بشيء من التفصيل في قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بعث الله سبحانه وتعالى نبيه أيوب إلى قومه فدعاهم عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى عبادة الله وإلى وحدانية الله، وكان أيوب عليه الصلاة والسلام قد حباه الله عز وجل بنعم وفيرة وبنعم كثيرة. أعطاه الله عز وجل مالا وفيرا يتمثل في أراضي شاسعة وأنعام من البقر والغنم والإبل ما الله به عليم، ورزقه الله عز وجل أولادا كثر بنين وبنات زيادة على الصحة والعافية. فأراد الله سبحانه وكان شاكرا لأنعم الله عز وجل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه فسلط الهلكة على ماله، فذهب ماله كله، ذهب ماله كله، وسلط الموت على أولاده فماتوا جميعا ذكورا وإناثا، ثم سلط البلاء والمرض على جسده فعم المرض جميع جسده فلم يبقى سالما من هذا المرض من جسده إلا القلب واللسان، بقي له قلب شاكر ولسان ذاكر، هذا ما بقي لأيوب عليه الصلاة والسلام. أما ما تبقى من جسده فهو مريض عليل سقيم، واستمر هذا المرض وهذا البلاء وهذا الابتلاء سنوات عديدة. يذكر أهل السير والإخباريون أنه مرض لمدة 18 سنة وهو طريح الفراش، وفي كل ذلك الوقت هو صابر محتسب لله سبحانه وتعالى. فانفض الناس من حوله، لم يعد يجالسه أحد ولا يغشاه أحد ولا يدنو منه أحد، فقط زوجته هي التي حفظت وده وهي التي لازمته في مرضه إلى أن عفاه الله وشفاه. أما بقية الناس فقد انفضوا من حوله، وتلك طبيعة البشر، فالبشر في العادة إلا من رحم الله لا يغشون ولا يأتون ولا يجالسون إلا من عنده قوة، إلا صاحب الجاه، إلا صاحب السلطان، إلا صاحب النفوذ، إلا صاحب المال، إلا صاحب الصحة والعافية. أما أيوب عليه الصلاة والسلام فقد ذهب ماله كله، وذهب أو مات أولاده كلهم، ومرض مرضا شديدا طويلا، فمن ذا الذي يقبل على أيوب عليه الصلاة والسلام؟ قال أحدهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، فمن لا عنده مال فالناس عنه قد مالوا.
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، فمن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، فمن لا عنده فضة فالناس عنه منفضة. هذه هي طبيعة البشر إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. حتى قال أيضا، قال أحدهم: فصاحة حسان وحكمة لقمان وخط ابن مقلة وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. عندما تنتكس الموازين وتنقلب المفاهيم يكون هذا الأمر. فصاحة حسان أي إذا جئنا برجل اجتمعت فيه هذه الخلال وهذه الخصال وهذه الصفات، فيه فصاحة حسان. حسان شاعر الصحابي الجليل، شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصاحة حسان وحكمة لقمان، لقمان الذي سميت سورة بأكملها باسمه في القرآن العظيم لقمان الحكيم. فصاحة حسان وحكمة لقمان وخط ابن مقلة، ابن مقلة الوزير الذي كان مشهورا بخطه يعني الجميل، وخط ابن مقلة كان خطه يتهاداه الملوك والسلاطين والخلفاء لحسنه ولجماله ولبهائه. وخط ابن مقلة وزهد ابن أدهم، زهد ابن إبراهيم بن أدهم من التابعين الأجلاء. لو اجتمعت هذه الخصال، لو اجتمعوا يعني هذه الخصال، لو اجتمعوا في الأمر في المرء، لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. لو اجتمعت هذه الصفات في رجل وجيء به إلى سوق البيع، سوق العبيد، ثم قالوا: من يشتري هذا الرجل وفيه هذه الصفات كيت وكيت وكيت، وطلبوا في ثمنه درهم يعني ثمن بخس، لا يباع بدرهم. حتى هذا الدرهم لا نجد من يشتريه به مع وجود هذه الصفات العظيمة الجليلة الكبيرة في هذا الرجل. فكذلك كان أيوب عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره، مع أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، إلا أن الناس انفضوا من حوله، فلم تبق كما قلنا معه إلا زوجته التي حفظت وده ولازمته طول تلك المدة التي كان فيها مريضا، ما كانت تفارقه صباحا ولا مساء إلا لخدمة الناس، ثم تعود بما تيسر من الأجرة لما تأخذه بما تأخذه من الأجرة عند الناس مقابل خدمتها لهم، فتشتري له بعض الطعام ثم تعود إليه لتتولى شؤونه ولتقوم على رعايته وعنايته. حتى لما طال الأمر وفي كل ذلك هو صابر محتسب شاكر، لسان ذاكر وقلب شاكر، تقول له زوجته في يوم من الأيام: يا أيوب، أنت رجل مجاب الدعوة، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، لما لا تدعو الله عز وجل فيكشف ما بك، يكشف ويرفع عنك هذه الغمة وهذا الكرب وهذا البلاء؟ فكان يقول لها عليه الصلاة والسلام: عشنا في النعماء 70 عاما فدعينا في البلاء 70 عاما. عشنا في النعماء، في الرفاهية وفي الغنى وفي الجاه، في المال وفي الأولاد وفي سعة الرزق وفي الصحة والعافية 70 عاما، فدعينا نجرب أيضا البلاء 70 عاما أخرى، ثم بعد ذلك حق لنا أن ندعو الله. فلما انتهى القدر المقدور وانتهى الأجل المحدود الذي حدده الله عز وجل لهذه المحنة، وأزف وقت
الوقت الذي سيرفع الله عز وجل فيه هذه الغمة وهذا الكرب. رفع أيوب عليه الصلاة والسلام أكف الذراع إلى الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا للآية من سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول العلماء الضر بالضم هو ما يصيب الجسد خاصة من الأمراض والابتلاءات والأسقام، أما الضر بالفتح فهو ما يصيب الإنسان في غير جسده، في ماله وفي تجارته وفي غير ذلك، يعني من الابتلاءات التي تحصل الإنسان. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا نجد أن أيوب عليه الصلاة والسلام حتى عندما أراد أن يدعو الله عز وجل وأن يلتمس منه أن يرفع عنه هذا الضر، كان في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، واعلم بأن الله بالغ أمره، واعلم بأن الله بالغ أمره.